طيب نيجي السوبر افريقي، مباراه مرتقبه ومباراه منتظره، جماهير النادي الاهلي شايفه ان يمكن تكون اهم ماتش للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. صحيح هنبتدي مشوار دوري الابطال، وصحيح الدوري راجع وعندنا مواجهات مهمه فيه، لكن بالنسبه لنا مباراه كبيره وبطوله في نفس الوقت مهمه، وماتش صعب مع نهضه بركان المغربي بطل الكونفدراليه. كان في تضارب كبير في موضوع الاعلان عن المكان او الدوله اللي هتستضيف المباراه وعن الميعاد المحدد ليها. خليني اقول لحضراتكم ان الاتحاد الافريقي، وده كلام نهائي بقى، اكد الكاف طبعا اكد انه الاعلان عن موعد وعن مكان مباراه كاس السوبر الافريقي في نسخه 2020 2021 هيكون يوم الجمعه الجاي ان شاء الله. يوم الخميس اللي هو بكره ان شاء الله الكاف هيكون عنده اجتماع هياخد فيه مجموعه من القرارات، من ضمنها القرارات المرتبطه او المتعلقه ب كاس سوبر افريقيا، سواء فيما يتعلق بالمكان، مكان اقامه المباراه، او فيما يتعلق بالميعاد الاكيد والميعاد النهائي اللي هيتم اعلان عنه. ويوم الخميس ان شاء الله هيكون الاجتماع، يوم الجمعه هيكون في مؤتمر صحفي هيتم فيه الاعلان عن او الكشف عن قرارات المكتب التنفيذي للكاف، وفيما ومن ضمنها كمان هيكون ان شاء الله باذن الله موعد ومكان اقامه السوبر. ولكن حتى اللحظه المرجح بشده انه ان شاء الله يكون يوم 18 من الشهر الحالي.